بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام، حيث أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان تحت إقامة جبرية وتحت سلطة قاهرة ظالمة، قد دس إليه السم واستشهد على يد المعتمد بالله العباسي في سنة 1260 هجرية، وللأسف الشديد نجد هذه الأسماء البراقة، المعتمد على الله والمتوكل على الله والمهتدي بالله والمعتصم بالله والواثق بالله والناصر لدين الله. شوفوا الأسماء، أسماء براقة، أسماء على أي حال تستهوي نفوس المؤمنين، ولكن هؤلاء وعلى رأسهم المتوكل الذي اسمه متوكل على الله وهو متوكل على الشيطان حقيقة، كيف واجهوا أئمة أهل البيت؟ كيف ظلموا أئمة أهل البيت؟ كيف ظلموهم وقتلوهم وحاربوهم باسم الإسلام، باسم الدين، باسم آل رسول الله، باسم العباس ابن عبد المطلب؟ فهذه إخواني تجربة مهمة وتجارب عظيمة نحن عندنا من حياة أئمة أهل البيت، من حياة الأنبياء، تجارب يمكن الإنسان أن يستوحيها ويستلهمها، أنه كيف الظلاميين وكيف الشياطين باسم الإسلام، باسم الشعارات البراقة، شعارات الدينية، شعارات اللطيفة، يحاولوا أن يخدعوا الناس، يحاولوا أن يضللوا الناس، وإلى يومكم هذا، وإلى يومكم هذا شعارات ومقولات وحسب تعبيرنا تغريدات، كلها تتكلم عن الدين والإسلام وصلاح الأمة ومكافحة الفساد وإلى آخره، ولكن تجدون وضعنا الذي هو في واقع الحال أسوأ ما يمكن أن يوصف، وهو واقع مزري، واقع مؤلم. في مثل هذه الليلة، ليلة وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، جدير لنا وجدير بنا أن نقف عند حياة هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم، نستوحي من تجاربهم، نستوحي من كلماتهم. وأنا شخصيا إنصافا أعتقد أن الإنسان الناجح والإنسان السعيد من يقرأ تجارب الغير، من يفهم وينتبه إلى تجارب الآخرين حتى يستطيع أن يترجمها إلى حياته، يبتعد عن الأغلاط اللي وقعوا فيها الآخرين، ويكثف من نقاط القوة اللي قام بها الآخرون. لذلك الحديث الشريف يقول: السعيد
من اتعظ بتجارب غيره. تجارب الغير مدرسة. احنا لما نشوف أئمة أهل البيت كيف كانوا يتعاملون مع أعدائهم، كيف كانوا يتعاملون مع أوليائهم، كيف كانوا يتعاملون مع البلاء والمصائب التي كانت عليهم، شو كانوا يتعاملون؟ يتعاملون بصبر، يتعاملون بحكمة، يتعاملون بروية. وهذا اللي أقوله لكم الآن يا أخوان في هالشكل ليلة، أقوله لكم لأنه كثير من المؤمنين الآن بسبب مشاكلهم المادية، بسبب مشاكلهم السياسية، بسبب مشاكلهم الاجتماعية، يفقدون بصيرتهم، يفقدون حكمتهم، يسمعون إلى كل قائل، يسمعون إلى كل صوت، وهذا غلط. الآن تشوفون كثير من المؤمنين غيروا طريقتهم إلى طريق غلط. لما تسأله ليش أنت في هذا السلوك، ليش في هذا الطريق، وتشوف أنه من شائعة من الشائعات، شوفوا شائعة تنتشر تأثر بسلوك الإنسان، تأثر بدين الإنسان، التأثر بالشائعات، التأثر بالأكاذيب، التأثر حسب تعبيرنا الشبهات. هذه لما الإنسان يفقد صبره، يفقد اتزانه، يفقد حكمته، يبدأ يتأثر بكل واحد يتكلم، وقد هذا الواحد اللي يتكلم هو بوق من أبواق الشيطان. قد يكون هذا على حال مدفوع إلى الأموال حتى يفرق بين المؤمنين، يفرق بين الصف الواحد لأهل الدين. صورة تنتشر وتسبب حالة من الفوضى اتجاه جماعة تمثلها أو على حال الصورة تكون ماذا؟ تعكس واقع معين. ما أريد أتكلم بشكل تفصيل في المسألة، ولكن قد واحد ينشر صورة لمعمم أو ينشر كلام مقتطع لرجل دين أو كلام فيه نوع من الفبركة لرجل من رجال الحوزة أو العلم، شوف تصير نوع من الفوضى، نوع من التسقيط، نوع من الابتعاد. شكيت الشباب الآن هاجروا طلعوا إلى أوروبا، لما تسأله ليش بابا؟ قال سيدنا أنا تيهت الحق، تيهت أهل الحق، ما أدري منه حق منه باطل، منه صح منه غلط. وهذا يعني شنو؟ يعني نحن في الواقع نعيش زمن فتنة، وهذه الفتنة إذا ما نكون متسلحين برؤية أهل البيت، متسلحين بتجربة أئمة أهل البيت، هذه الفتنة راح تنهكنا، هذه الفتنة راح تطلعنا عن الطريق. كم من الناس الذين كانوا ملتزمين بالصلاة تركوا الصلاة، لما تسأله يقول بلي فلان اللي كان يصلي طلع فاسد. زين، هذا فلان اللي كان يصلي طلع فاسد، هذا لا يخص رسول الله، لا يخص أئمة أهل البيت، لا يخص الإسلام. الإسلام على حال لا يمثله ذاك الرجل، لا يمثله ذلك الحزب، لا يمثله ذلك التيار. الإسلام يمثله رسول الله، الإسلام يمثله أئمة أهل البيت. نعم إحنا نحاول نصير مسلمين، نحاول نصير متدينين، نحاول نكون مثلهم، مثل أئمة أهل البيت، ناس صالحين، بس نخطأ ونشتبه، بس لا يعني أنه نشكك في أصل المذهب، نشكك في أصل المبدأ.
شخصيات، اسمعوني بشكل واضح، شخصيات كانت على مستوى عالي من الفقاهة، على مستوى عالي من الدراية، على مستوى عالي من القرب إلى أئمة الهدى صلوات الله عليهم، شخصيات من أصحاب الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، شخصيات مقربة إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذه الشخصيات لما اغترت لو بعلمها صار عندها غرور، لو اغترت بمقبوليتها عند الناس وشهرتها عند الناس صار عندها استكبار، استكبار تشوف نفسها والآخرين لا شيء، وصار عندها طغيان، وصار عندها حسد، حسد حسد. إخواني، ما يقتل دين الإنسان وينهي مروءة الإنسان هو الحسد. ما أقدر أشوف واحد ناجح، ما أقدر أشوف واحد صعد، ما أقدر أشوف واحد مقبول عند الناس، ما أقدر أشوف واحد على أي حال مرضي عند البشر، عند المجتمع، عند العالم. لذلك أكل بنفسي، لو أحطمه أو أحطم نفسي. أصحاب، جاء أقول أصحاب أئمة وعلماء، اسألوا عن الشلمغاني، اسألوا عنه، اسألوا عن العبرتائي، ذول شخصيات، العبرتائي والشلغماني وغيرهما من الفقهاء اللي كانوا وأصحاب أئمة، بس في النهاية صدر اللعن من الإمام عليه، اللهم لعنه. شلون الإمام يلعن واحد؟ يعني هذا مو متدين، لأن المؤمن ما يجوز لعنه، المؤمن لا يجوز لعنه، الفاسق يجوز لعنه، الكافر يجوز لعنه، المشرك يجوز لعنه، بس المؤمن شلون يلعن الإمام؟ خرج لعن على بعض أصحاب الأئمة لأنهم تاهوا، لأنهم انحرفوا. أيها الأصدقاء، تاريخ أئمتنا تاريخ حافل بالتجارب، مو كل عمامة يمكن أن تتبع، ومو كل عنوان يمكن أن يحتذى به، ومو كل شعار إحنا ننخدع به، ولا كل راية نركض تحتها ونقاتل تحتها. أيها الإخوة، نحن في زمن فتنة، في زمن اضطراب، اختلط علينا الحابل بالنابل. في مثل هذه الأزمان، في مثل هذه الأوقات، في مثل هذه الفتن، علينا بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ارجعوا إلى أئمتكم، شوف الإمام السجاد شلون يتكلم في أيام الفتنة التي حصلت، الإمام الباقر شلون يتكلم في أمام التوجهات والتيارات المنحرفة اللي صارت في زمانه، شوف الإمام الرضا، الإمام الرضا شلون واجه المأمون العباسي، مأمون، شوف مأمون شلون اسم مأمون، وهو ليس بمأمون وإنما خؤون، خؤون وليس مأمون. الإمام الرضا شلون واجهه، شلون نبه الأمة عن خط منحرف باسم الدين وأهل البيت وآل محمد. إخواني، نحن نلطم ونبكي ونحزن على أئمة الهدى صلوات الله عليهم ومصائبهم، ونقول لإمامنا وسيدنا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، مولاي عظم الله أجرك بأبيك، عظم الله أجرك بأجدادك الطاهرين، قتلوا واستشهدوا، لكن يا مولاي، يا مهدي آل محمد، يا سيدنا، نظرة إلى شيعتك
عناية إلى محبيك أن الله يبصرهم، الله يهديهم حتى لا يقعون في هذه الفتن العجيبة والغريبة اللي الآن صايرة من جميع الأطراف، من الغار، من الشرق، من الشمال، من الجنوب، تشوف من النصارى، من اليهود، من البوذيين، من الملحدين، من المخالفين والنواصب. شوفوا هاي أفغانستان المسكينة تعاني يوميا، نزف يوميا، نزف ناس مساكين لأنه ذنبهم محبين أهل البيت. هاي أفغانستان المنكوبة الحزينة، وعراقنا العزيز هاي شوفوا اليوم ينتشلون جثث من تحت بناية بناها واحد لو شركة غير عليه حال غير رصينة، لو سرقة بالمواد البناء، لو خيانة بالمخططات، لو خيانة بالإنهائيات، عمارة تسقط على ناس خطية يموتوا تحت الأنقاض. هاي مصائب أخواني، هاي مصائب. وإحنا في ليلة مثل هذه الليلة العظيمة نرفع أيدينا أنه يا مولاي، يا إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا، عجل في ظهور وليك وابن أوليائك، عجل في ظهور سيدنا ومولانا المهدي المنتظر، واملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. قولوا آمين. جزاكم الله خير. نعم، عندي متصل. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلفة قرض من المصرف العراقي. شكرا لكم. الأخ الكريم سؤاله واضح على أنه هل يجوز لي أن أسحب سلفة من المصرف العراقي؟ شوف حبيبي، المصارف على قسمين، مصارف حكومية ومصارف أهلية. المصارف الحكومية ما في إشكال، فقهانا يقولون لا إشكال في أن تأخذ سلفة وقرضا من البنوك الحكومية بإجازة الحاكم الشرعي. يعني لما تروح للبنك تقول بإجازة الحاكم الشرعي أنا أتصرف بها الأموال اللي ينطيني إياها المصرف وهي أموال المسلمين. أما البنوك الأهلية، البنوك الأهلية إذا كانت السلفة من حساب صاحب البنك، من حساب صاحب البنك ما يجوز، هذا ربا. أما إذا كانت السلفة بنك الأهلي، إذا كانت السلفة من الصندوق العام، تدرون البنك الأهلي أو المصرف الأهلي عنده حسابات وعنده فلوس الناس وفلوس الدولة يعطي رواتب، إذا كانت السلفة من الصندوق العام ما في إشكال، إذا كان من حساب صاحب البنك ففي إشكال. واضح يا حبيبي؟ جيد. متصل. نعم تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. من هو الحاكم الحرام؟ هو الأم أو الأب؟ سؤال جميل ومهم، أنه لمن الحضانة للأطفال؟ تدرون إخواني، الزوج والزوجة لو صار بينهم مشاكل، صار بينهم فراق وطلاق، الأولاد عند من؟ ومن الذي يحتضنهم؟ من الذي يربيهم؟ الفقهاء يقولوا إذا كان الأولاد ذكور، ذكور يعني أولاد، فحضانة الأولاد بيد الأم لمدة سنتين حتى ترضعهم، ترضع الطفل لمدة سنتين، حق الأم أن ترضع هذا الطفل وحق الطفل أن يرتضع من أمه. بعد السنتين الحضانة تكون بيد الرجل، بيد الزوج. بعد السنتين من ينفطم الطفل الحضانة تكون بيد الزوج.
أما إذا كانت إذا كان الأولاد أو الأطفال بنات بنات، عند مشهور الفقهاء أنه إلى سن تسع سنوات عند الأم، الأم ليتعلمها قضايا النساء وقضايا الأمور النسائية، فحضانتها تكون عند الأم إلى تسع سنوات عند مشهور الفقهاء، وإن كان بعض المراجع يقول لا الحضانة للأب حتى للبنات. للأسف القانون 57 اللي الآن للأسف يعمل به هو مخالف للدين، مخالف للشرع، ولكن للأسف الشديد هذا القانون يعمل به، وهناك إجحاف وهناك ظلم للزوج أو للمحتضن الشرعي في قبال هذا القانون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأمور، ومن الأمور اللي يصلحها قضية القوانين المدنية والقوانين اللي ترتبط بالحقوق المدنية للناس، خصوصا على مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نعم صلاح تفضل. الأخ صلاح تفضل حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ صلاح، أخ صلاح اسمعني، اسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون ولا تسمعني من التلفزيون. صلاح إذا تسمعني من التلفزيون أنا ما أقدر أواصل وياك، اسمعني من التلفزيون. يلا تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. مولاي أنا عندي سؤال. نعم. عندي ابن عمي وتوفت إلى رحمة الله. منو؟ منو؟ ابن عمي وتوفت إلى رحمة الله. إي. والأخ الباطن تنازلوني بالتفرق بين ألف وولد. شنو ما عدا أولاد؟ ما عدا زوج؟ ما عدا بس ولد العم، ما عدا عمان وولد العم. بلي. بس إحنا جاء عندي وقولوني بالتفرق بين ألف وولد. شلون حبيبي شلون؟ قولوني بالتفرق بين ألف وولد. تصرف بالإرث مالته، زين. الإرث مالته عندها عندها قاري بحثه. إيش عندها؟ بحثه. ما اسم بحث العقار مالته. عندها شنو حبيبي؟ بحث العقار. عندها العقار مالته. عقار عندها بيت، إي ما عندها. عقار وبحث له. فيقول عنده بغيت أقول لها قال إيش ترى مني؟ قال ما تدري الدور. لما يتعاون البيت فأنا حتى بدون هدي وحافظ على الأشكال لما يكون يتعاون البيت لما أسبقها أنا أسبقها تواصل من غير آخر لما أسبقها إن شاء الله من المكتب لما أسبقها بدون هدي عندي أشكال. أخ صلاح أنا افتهمت سؤالك أنه أنت كل أملاك المرحومة بنت عمك تنازلوا أقربائك كلهم إلك. وانت الان هذا بيتها بعته حتى تاخذ الفلوس تصرفها في ثوابها، هذا سؤالك؟ لا. واضح، حياك الله اخي. سؤال الاخ صلاح واضح، يقول كل الورثه تنازلوا الي انه انا اموال بيت عمي المرحومه اتصرف فيها واصرفها في ما يرضي الله سبحانه وتعالى وثوابها. الآن راح بايع البيت اللي هو للمرحومة ويقول أنه ما يعني يقول ما أعترف لك إلا ما كذا، يعني أكو قضية إجرائية، فيجوز ده أو لا؟ أخي الكريم يجوز لك، رجاء اسمعني، يجوز لك أن تتصرف بإرث هذه المرحومة بيتها أو فلوسها أو أي شيء، أن تتصرف بإرثها برضا الورثة أيما تصرف، سواء نفسك أو في سبيل الله أو في ثواب المرحومة، أنت مخول وهذا الأمر يرجع لك، فلا شيء يمنعك من التصرفات التي هي في الواقع في ما يرتبط بمصالحك أو مصالح المرحومة أو في سبيل الله. نعم تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي هو عندي صديق أنا شكو منطقة رزق ماتي
ومرات احنا بنطلع مرات يعني واحد يشتري الثاني او يعزم الثاني، اذا اكل من شيء هو عازمني عليه والعلم انا شكل المصدر الرزق مالته هل هو من حلال، هذا يعتبر اسم علي ام لا؟ شكرا جزيلا. احسنتم يا اخ الكريم. الاخ عنده صديق ولكن هو ما يثق بصديقه وما يدري هذا الشغل شرعي او غير شرعي، والفلوس اللي توصل صديقه هو يشك بها انها حرام او حلال، يشك طبعا، يقول يجوز لي ان اطلع وياه واكل ويعزمني واتقبل منه العزيمه او لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز لك انه تاكل منه وتروح لبيته وتتقبل هديته، لا اشكال في ذلك. وليس صحيحا، اسمع جيدا، وليس صحيحا ان تشكك في الغير، وسوء الظن غير جائز، ان الانسان يسيء الظن بالاخرين هذا غير جائز يا حبيبي، وان شاء الله اعتبره امواله حلال وتصرف وأكل وتقبل الهدية ولا إشكال في ذلك. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله فيك سيدنا. عندي سؤال حول موضوع الصلاة. نعم. أنا أصلي وأنا إنسان مو محصوم أكيد، يعني عندي هواي معاصي بحياتي، الصلاة تشفع لي يوم القيامة لو ما تشفع لي؟ مع العلم أنا شيعي وعلى ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني هاي الذنوب هل تغتفر؟ حياك الله أخي الكريم، وأعلم أن الإنسان خطأ والمؤمن خطأ، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. تب إلى الله سبحانه وتعالى، صلاتك بلا إشكال ستشفع لك، وتوبتك النصوحة، مو أنه أنا سيدنا أصلي بس يومية أذنب، يومية أعصي، يومية وأقول صلاتي تشفع لي، هذه كأنما، هذه كأنما الإنسان يخدع ربه. الله في القرآن يقول لا تخدعوني، الناس يصورون بعض يخدعون الله، الله ما ينخدع، الله ما يلعب عليه، الله يريد صدق من الإنسان، أتكون مع الله صادق وعلى حال واضح مع الله، الشيطان شوية حسب تعبيرنا يوم الأيام لعب عليك وزليت، يوم الأيام ظليت، يوم الأيام اذنبت، هذه كل واحد يقع فيها، ولكن ارجع إلى الله، قل يا رب ما عصيتك إذا عصيتك، هذا كلام الإمام السجاد، يا إلهي ما عصيتك إذا عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، أنا يا ربي ما أريد أنتهك، أنتهك ولايتك وحرمتك، بل سولت لي نفسي وأعانني هواي، قل يا ربي قشمرني شيطاني وأنا أتوب إليك. فالتوبة النصوح أيها الأخ، والندم على الذنب، والندم على الذنب وملامة الإنسان، أن تلوم نفسك بقراءة أدعية تخشع قلبك، هذا مهم جدا. عليك بقراءة مناجاة التائبين للإمام السجاد، عليك بقراءة مناجاة أبي حمزة الثمالي، عليك بقراءة دعاء الكمين ليلة الجمعة، هذا هواي يأثر في أن الإنسان يحصن نفسه، يبعد نفسه عن الذنب إن شاء الله تعالى. أبو منتظر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عندي محل إمام الحسين عليه السلام. محل شنو؟ محل خاصة إمام الحسين. صوتك مو واضح يا أبو منتظر. سيدنا عندي محل خاصة. ألو. عندك محل شنو؟ محل شنو؟ محل خاصة في البنك ومال
مخصص أموال للإمام الحسين من محل؟ بلد. نعم؟ إي بلد. إي فسؤالك؟ سؤالي أكو مسكينية عندك بين الإمام الحسين وما فيهم كسلت ولا فراش، ممكن هذا لا أصرف عليه. شكرا يا اخ ابو منتظر، ان شاء الله الاخ ابو منتظر سؤاله يقول انا عندي محل وعندي صندوق وحاط للامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وحصه من يعني حصه من ارباحي للحسين. يقول اكو حسينيه عندنا قريبه بس ما بيها فراش، ما بيها وسائل، ما بيها على حال السماعات، ما بيها براد، فيصير أنا من هالأموال أصرفها على الحسينية؟ الجواب نعم، نعم، هي أولا أموالك، هي أموالك وللحسين، والحسينية على حال هي باسم الحسين، يجوز ذلك ولا إشكال فيه، يجوز أن تصرف تلك الأموال لمنافع الحسينية ولمصالح الحسينية. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حتى جئت على القرآن الكريم يقول وليت حق القرآن الكريم حق الإمام العباس من برا حسب هاي الشغلة وأنا شاغل علي خليت أتعب بدون الحسين على شغلة ثانية فيجوز سويته فجانا. نعم إسراء تفضلي يا إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا إسراء، إسراء اترك التلفزيون، ابتعدي عن التلفزيون وتكلمي معي بشكل واضح. سيدة نصيحة. نعم نصيحة. إسراء بابا ابتعدي عن التلفزيون حتى أسمع صوتك. بابا ابتعدي عن التلفزيون. سيدة. نعم. زوجي ما أفهم شو تقول الأخت. زوجك؟ إيه. شو في زوجك؟ زوجي يعني إيش في بنات؟ جاء تسمع من التلفزيون أخي، الله يخليك خليها في وقت آخر. هاي تسمع من التلفزيون وبعد خمس دقائق تحكي لها كلمة، هذا يعني يأخر البرنامج. جزاك الله خير. نعم الأخت اللي قبل الأخت الكريمة المتصلة تقول أنا حلفت بالقرآن، وضعت يدي على القرآن وحلفت أن ما أسوي عمل من الأعمال وما أسوي شيء من الأشياء على حال. تقول ولكن ارتكبت هذا الشيء، أنا حلفت أن ما أسوي ولكن سويته، شنو اللي علي؟ الجواب، الجواب الإنسان يحلف أن ما يسوي شيء ولكن الشيطان يخدعه ويرتكب هذا الشيء، فعليه أن يستغفر الله، يستغفر الله ويتوب إلى الله ويقرر أن لا يعود إلى هذا العمل. تقولين أنا قسمت بالله قلت والله ما أسوي، إذا قلت والله ما أسوي وحلفت باسم الله عليك كفار. كفارة شن هي؟ إما أن تطعمين 10 مساكين، تطعم طعام كل واحد تقريبا 750 غرام من التمن أو الطحين، وإما أن تلبسيهم ملابس كسوة 10 مساكين، وإما أن تصومين 3 أيام متتالية. ولكن إذا قدرتي أن تطعمين 10 مساكين لابد أن تطعمين 10 مساكين وتستغفرين الله، تستغفرين الله وتقرري أن لا تعاودي إلى هذا العمل اللي قسمتي أن ما ترتكبيه. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سيدنا. أكو عندي سؤال. نعم. البيع المباشر او التسويق الشبكي او يسمونه نتورك ماركتينج. الحقيقه اكو شركات
تعملوا هذا الشيء كنظام يعني عالمي موجود أكثر تقريبا من 100 سنة. اللي دي يصير حول هاي المسألة خصوصا بالعراق، دعون بعض الناس من النصب والاحتيال، وهم بالحقيقة يعني تقريبا أغلبية الناس إنه ما فاهم هذا الشيء صحيح، فبس أريد أخذ رأيكم إنه هل يجوز التعامل مع هكذا شركات علما إن الشركة موجودة وحقيقية ويتم يعني توزيع الأرباح، وأكو فد نظام وأكو فد سيستم وأكو منتجاتهم كذلك نبيع ونشتري من خلال عبر الإنترنت، وكل الأمور هاي موجودة وحقيقية. في واقع سؤال الأخ يتكلم عن التسوق الشبكي. التسوق الشبكي إخواني حتى تفهمون شنو هذا الأمر اللي يسأل عنه، التسوق الشبكي هو أنه أكو شركات بالخارج عندها سلعة، عندها قلم، عندها ساعة، عندها جهاز تصفية مي، عندها ما إيش يعني منتوجات تبيعها، تبيعها بسعر جيد، سعر غالي. اللي يشتري هاي السلعة، اللي يشتري هالسلعة يسوي دعاية لها، يعني يروح يجيب اثنين يقول تعال اشتروا هاي السلعة ترى هاي خوش سلعة اشتروها، يجيب اثنين يشتروها، والاثنين كل واحد يجيب اثنين، يعني اثنين يصيروا أربعة، والأربعة يصيرون ثمانية، والثمانية يصيرون 16، والستاعش يصيرون 32، فهذه تصير مثل الأخطبوط، إذا سموه شبكي. فكل ما أشجع ناس على شراء هاي السلعة والناس يستجيبون ويجيبون آخرين، أنا الشركة تعطيني أرباح، تعطيني أرباح. طبيعة الحال هذه التجارة تجارة فيها، يعني أنا لما أجيب ناس يشترون راح أصير أنا أوجه هؤلاء، أوجههم أعلمهم وأشجعهم، وذولاكهم يشجعون اللي تحتهم، واللي تحتهم يشجعون اللي كذا، فصير شنو؟ فصير كأنما تنظيم وقيادة لكل هؤلاء حتى السلعة تمشي والمنتوج يسوق ونحصل من وراء نسبة من الأرباح، والأرباح عالية. يعني بعض الأشخاص اللي هم جايبين مشتبه هواية يوصل ربحهم إلى ملايين الدنانير بالشهر، ملايين الدنانير بالشهر. الأخ يسأل يقول أنه بعضها نصب احتيال وكذا، ما أدري أنا واقع الحال نصب احتيال أكل ولا، ولكن عموما هذه المعاملة سمحت السيد الله يحفظه المرجع احتياط، عند احتياط لزومي عدم التعامل، احتياط لزومي بعدم التعامل. الاحتياط باعتبار أنه يقول إحنا ما ندري ما وراء هذه القضايا، ولكن هو ارجعوا إلى غيري، يقول السيد ارجعوا إلى غيري في هذه المسألة، ارجعوا إلى غيري في هذه المسألة. وقضية على حال هي تجارة، ولكن تجارة شبكية، والإنسان اللي على حال يطمئن بالشراء والبيع وكذا وعنده وضوح، فتكون بالنسبة إليه ماذا؟ بالنسبة إليه معاملة واضحة بدون غبن وبدون تدليس وبدون غش، فتكون معاملة صحيحة عنده. ولكن قلت سماحة السيد يحتاط في التعامل. نعم أحمد تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك سيد؟ سلمك الله تعالى بارك الله فيك. سيد أني طالب يعني شفت لي زميلة بالكلية. نعم. ويعني صار بالي يمها أنه أريد هي زوجة يكون. بلي. يعني حاجتها طلعت من الفصل. بلي. أي كلمت أهلي ما يقبلون. بلي. أي وهي تصوم وتصلي ملتزمة دينية. بلي. يعني شلون شو سوى الإنسان؟ شو السبب؟ درعوا في البنية
ولا اقدر اعصي. احمد انت لما تعرفت عليها، ما كنت تدري انه اهلك ما راح يوافقون او اهلك صعبين؟ ما كان ببالك هذا الشيء؟ لو لا انت تعرفت وقلت يلا خلينا نسوي علاقه وبعدين الله كريم. لا انا من البدايه يعني ما سويت علاقه وياها. شلون؟ هي من البدايه قالت لي هذا الشيء. ايش قالت؟ يعني قالت انا من فصل. من فصله لو من 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 فصله؟ يعني من فصله من الزوجه ومن فصله. ها من انا 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 الصوت يقول من البصره، عفوا. الصوت يقول من فصل. من فصل. من فصل. واضح واضح. مشكور. اشكرك يا احمد، اشكرك. شوفوا اخواني، انا ما ادري قضيه احمد شقيد يعني تفاصيلها، ما ادري. البنيه يقول متدين، على اي حال انا لا اعرف لا احمد ولا صاحبته. ابو حسين، ابو حسين اكو متصل؟ ابو حسين تفضل. تفضل ابو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ حياكم الله. وانا نفس الحديث هذا مال الشركه من الساعه اللي تونا بدي بيها الساعه. هذا نفس احتيال الشركه هذا. مال واحد يجي واحد يجي واحد. هذا انا واحد من الناس ابن مسجل بغداد شركه نصبت على العالم كلها وخلت الزرقه كلها حتى تحملون ونص وجايبينها تدفع احنا ان شاء الله كذا نقدر نتكلم احنا نعطيك بضاعه تبيعها جيد. شكرا ابو حسين على مداخلتك المهمه. الله يحفظك. واشكرك اشكرك. نعم ام كرار تفضلي. ام كرار تفضلوا. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي بلا سحر عندي سؤال. تفضل. استنى من عمري 16 سنه اخذ خيار ضياء الصالحين. نعم. فهات الخيران صح هسه عندنا حاليا 38 سنه زين سيد؟ اي فسيد انا من ذاك الوقت في هذا الوقت يعني حالتي الماديه جدا ضعيفه لكن انا اي فلوس ما اخذ من الناس واخذ خيار لوجهي لا يعني اساعد بها اساعد بها الرايح الجاي زين سيد؟ بلي فسيد سالت فيها يقولون هذه يعني شلون يعني حرام انت مو كيف قلت لها هاي جعلتها هي بقلب التجاره ويا رب العالمين انت يعني انت خيره باي كتاب تاخذين؟ ضياء الصالحين. ضياء الصالحين؟ اي بلي. كتاب ادعيه هذا شنو شلون يعني؟ يعني ما في سيدي انا سبحان الله يعني من اخذ لي يعني مو اطفال الناس مو بيستفادون منه. هسه اختي لا يعني. لا مو ضياء الصالحين كتاب ادعيه يعني. لان اخذي لي خيره والله شلون فتحي والله لي خليني اشوف شنو مثلا. لا صدق يعني. يعني تاخذ خيره؟ ايه خذي لي خيره بالله شوف. يا سيدي يعني حسب مثلا واحد يجيني مريض امثلك. شلون؟ شلون؟ مثلا اذا احد يجي مثلا طفل يبكي مريض. اي. فسبحان الله يعني يعني شلون يعني تنبه انه هذا الطفل يجي يعني مثل علاج آية القرآن يقول كذا علاج هو فعلا يطيب الطفل على هذا الشيء. أيه؟ معناه سيدي والله العظيم ربع ما اخذ. وهذه يعني وهذه لا شوفي عفوا هذا علاج الطفل تحصليه من كتاب ضياء الصالحين؟ لا. من وين تحصليه؟ يعني شلون اتنبه بهذا الشيء؟ ها تنبهي. انت متزوجه يا ام كرم؟ اي متزوجه. اي فمشكلتك وين الان؟ مشكلتك وين؟ يقولون انه مشكلتي حرام. مشكلتي يقولوا لي هذا حرام، ففعلا انه حرام. خير ان شاء الله، مشكوره مشكوره، الله يبارك. ممنونة. بارك حياك.
الأخ أحمد يقول أنا طالب وتعرفت على زميلتي وحبيتها وأريد أتزوج بيها، ولكن هي إنسانة متزوجة ومنفصلة عن زوجها والأهل ما يقبلون بذلك، شو أسوي؟ شوف حبيبي أحمد، مشكلة الشباب لما يفتح علاقة مع وحدة أو كذا لازم يفكر بالعواقب، ينبغي أن يفكر في العواقب، العاقبة شنو؟ راح واقعا راح ينجح هذا المشروع في مصلحته؟ فللأسف يعني للأسف كثير من العوائل ما يراعون ظروف أولادهم. أنا أشوف ابني وتعلق بوحدة وما عنده سوالف تعبانة، بس قال بابا أنا أريد على كتاب الله وسنة رسوله، تعال زوجني إياها. أقول له بابا أنا ما أزوجك إياها، أنا أروح أفتش على البنية وأسأل عنها وأحقق عنهم بعدين. قل بابا روح روح فتش ونروح نحقق 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 نشوف واقعا عائلة طيبة وبنية طب حبابة ومؤدبة. نعم تدرس بالجامعة، بس مو أنه كل واحدة تدرس بالجامعة مو خوش بنية. لما أشوف خوش بنية خلص أقول له بابا تعال إن شاء الله على بركة الله. كثير من العوائل يقفون أمام إرادات أولادهم مع أنهم لا يحققون ولا يسألون ولا يفتشون ولا يراعون مشاعر أولادهم، وهذا غلط، هذا غلط. إحنا لابد أن الزمن تغير، لابد أن إحنا نراعي مشاعر. قل له بابا ما يخالف على رأسي أزوجك وعلى رأسي، بس خلي تكون البنية نجيبة، تكون البنية عفيفة، تكون البنية من أوادم من عائلة، واضح؟ هذا أنطي لابني ثقة على أنه أنا أريد مصلحته. أما من بداية لا 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 إحنا ما نقبل هذا وإحنا كذا، واللي يريد ابني إحنا ما إحنا لازم نروح نخطب له، هذا مو صحيح، هذا ليس صحيح. في مسألة أحمد مشكلتهم أنه هذه منفصلة، فما دام منفصلة فهي إنسانة غير جديرة. ليش ليش يعني اللي طلقت ما لازم تتزوج يعني؟ نعم أنا أنطي حق العائلة أحمد أن يروحون يحققون ليش تطلقت، منو كان زوجها وليش تطلقوا وشنو السبب، السبب بي لو بيها، المشكلة بالبنية لو مشكلة بالولد. نعم اللي حق أن أسأل، أنا ما أجي أجرب وحدة فشلت بحياتها الزوجية مع رجل وأجي أنطيها لابني وأخذها لابني، واضح؟ فهنا لازم إحنا نحقق يا أخوان، أما نغلق الباب بهالطريقة ابننا راح ينصدم والبنية هم راح على حال لا سمح الله تنحرف. يا بشنو؟ لأن أنا ما أعطيت من نفسي على أن أسأل. ليس كل مطلقة غير جديرة بالزواج، وليس كل مطلقة إنسانة غير مؤدبة، لا، قد يكون تكون المطلقة بسبب زوجها غير جدير، قد تكون هي غير موفقة في أن تكون حياتها طيبة مع رجل. لا يعني شقد أكو نساء مطلقات صرنا زوجات أو صرنا على حال أمهات لرجال عظام وزوجات لرجال عظام. فإحنا في الواقع لابد شوي نكون واقعيين وننظر بواقعية. أبو حسين اتصل قال شركات الشبكية يقول إحنا عندنا تجربة مع واحدة من عدن في بغداد، نصبوا احتيال وسرقونا. على حال موجودة هذه الشبكات، خادعة، شبكات وهمية وشركات على حال رصينة، فالإنسان لابد أن على حال ينتبه. أم كرار تقول أن عمري 16 سنة وأنا أخذ خير الضياء الصالحين وأنطي علاجات للناس وما أخذ ولا فلس، يعني يقولون حرام. أنا ما أقول حرام، شغلك مو حرام، ولكن حاولي حاولي أن لا توحي للناس أنك على حال تقولين الحق. قولي أنا اللي يصير ببالي أقول لكم إياه، الناس اللي يتأثرون بك، الناس اللي يسمعون هم مسؤولين عن موقفهم. أنت لا تتكلمين عن الغيب، الغيب على حال لأهله، إنما تقولين الله مطيني هالشكل حالة. أنا لا أقول أنه هذا باطل، لا، ولا أقول هذا خرافة، ولكن أقول على حال حسب تعبيرنا قناعات الإنسان يصل إليها، والآخر
يقتنع بها، وهي ليست لا شركا ولا كفرا ولا نفاقا، ولكن حاولي أن لا تزكي نفسك وتقولي كل اللي أقوله حق، ولا هذا اللي أشوفه، والله هو المستعان. الله يوفقك إن شاء الله تعالى. يظهر الوقت انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الليلة، ليلة استشهاد الإمام العسكري صلوات الله عليه، وبحق ولده المنتظر المهدي صلوات الله عليه، أن يفرج عنا، يكشف همنا، ويريح بالنا، يقضي حوائجنا، ويجعل العراق بلد آمن ومستقر، يدفع عن شيعة العالم، يدفع عن شيعة العالم البؤس والحرمان والخطر والحروب. اللهم أصلح بالنا، فرج عن إمام زماننا، اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. اللهم ارحم شهداءنا وعافي جرحانا. إخواني لا تنسوني ووالدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.